وأني اشتريت هذا الخاتم من فضة من المدينة، وكان في يدي، وأقول أبو أحمد جزاه الله خيرا نبهني فقال بأن الشيخ يفتي بعدم الجواز. بعدم الجواز ماذا؟ هذا الخاتم. قلت له لماذا هو قال هذا الكلام؟ فهمت منه؟ فهمت منه أنه يعني يقصد أن هذا من عمل المشركين. وليس لأنه خاتم فضة. نعم. ليس لأنه خاتم فضة. خاتم الفضة يجوز، أما أي شيء من لباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوز. فإن كان هذا من ذاك فمن هنا جاء المنع. أنت ما علمك في الموضوع؟ ما علمك في موضوع خاتم الخطوة؟ ولو كان من الفضة يجوز؟ لا يجوز. هذا هو. فإن كان هذا هو خاتم الفضة وخاتم الخطوة فلا يجوز. أما إن كان خاتم فضة وليس خاتم خطوة فيجوز. جزاكم الله خيرا. ليس بخاتم الخطوة. نعم. ليس بخاتم الخطوة هذا. هذا بينك وبينه. يا شيخ الآن هذا دبلة وليس بخاتم. طيب. أي نعم. يا أخي دبلة إيش معنى خاتم خطبة؟ أي نعم شيخ. أنت من أين؟ ليس له فسخ هذا. هنيش. نعم. أنا ما أريد أن أقول في هذه التفاصيل. نعم. إذا اختلفتما فعليكما أن تتفقا. إذا كان نحن كلمة دبلة هذه ليست عربية، لكن عندنا خاتم خطبة، فهذا خاتم خطبة. إن كان كذلك لم يجوز، وإن كان ليس كذلك جاز. فإيش ما الخلاف؟ أنا شيخنا اللي أنا فهمته مرة منك يعني بالتفصيل يعني ما يصير هذه الدبلة أو التشبه بالكفار. ما اختلفنا يا أخي. أنا شيخنا الموضوع الأولاني شيخنا يعني مفهوم شيخنا. أما الآن هذه الدبلة ليس عليها شيء. ما بيهمني يعني هل هذا خاتم خطوة عند النصارى؟ نعم هذا في علمي هكذا. تتفق أنت وياه في هذا.